نروح دلوقتي لاستاد القاهره وتحديدا صاله 2 وزميلتنا العزيز سالا حامد، ولقاء هام جدا مع كابتن طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر للشباب. واكيد يعني عايزينك يا سالا اكيد توصلي الكابتن طارق تهانينا، وبنشكره طبعا على هذه المباراه وايضا على الاداء، واكيد سامعينك طبعا وسامعين هذا اللقاء. بشكرك جدا طبعا زميلتي مريم، بالتاكيد برحب بيكي وبرحب طبعا بضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا بارك لك يا مريم وبارك لكل طبعا الجماهير المصريه، الف مبروك فوز طبعا منتخبنا الوطني النهارده في اول مبارياته في بطوله استادات الدوليه لكره اليد. وزي ما انت قلتي معايا حاليا يعني لقاء هام مع المدير الفني لمنتخبنا الوطني للشباب الكابتن طارق محروس. طبعا كابتن طارق في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، ويمكن طبعا في الاستوديو برده بيوصل لحضرتك يعني بيباركوا لك مليون مبروك وبيشكروك طبعا على الاداء النهارده، اداء متميز من جميع لاعبي منتخبنا الوطني للشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر مريم وبشكر الدكتور فوزي فضالي استاذي ومعلمي، وبحيي الكابتن عبد الله. في البدايه بقول الحمد لله على النتيجه، انا طبعا كنت جاي النهارده ايدي على قلبي، احنا بقالنا 3 ايام بنلعب، لعبنا الكونغو وبعد كده لعبنا امبارح المجر والنهارده بنلعب رومانيا، والاحمال دي الاولاد مش متعودين عليها، بس احنا مضطرين ان احنا نعمل الاحمال دي لان احنا المفروض ان احنا بنستعد لدوره الالعاب الافريقيه في غانا، فالجدول اللي محطوط المفروض هنلعب 3 ماتشات ورا بعض، فانا بعود الاولاد على الحمل ده. هي في المشكله اللي بتقابلني تاني، طبعا الكلام ده مش مبرر لكن لازم نقول للناس اللي بيحصل. عندنا طبعا فتره امتحانات، انا عندي 4 لعيبه النهارده جايين من الامتحان على الملعب، يعني الصبح صحيوا ما حضروش محاضرات ولا حضروا تمرينه الصبح، وراحوا من الامتحان جم على الملعب. نفس الكلام حصل امبارح، نفس الكلام اول امبارح. طبعا مشكله الامتحانات مقصره برضه، يمكن حصل النهارده اكتر من 12 تيرن اوفر نتيجه الكره بتقع، فهو العكس الكلام ده، كل ده انا شايف ان هو ارهاق. عندنا مشاكل كتير في العمل الجماعي في الخط الهجومي، عندنا برضك شويه مشاكل في العمل الدفاعي، لكن الحمد لله يعني النتيجه بتغطي على كل الاخطاء، هنعالج الكلام ده. عندنا لسه مرحله تانية، احنا فاضل لنا باذن الله على كاس العالم سنه ونص، عندنا شغل كتير هنشتغل عليه. عندنا طبعا برضه غيابات لعيبه مؤثره جدا في الفريق زي عبد الغني وزي طغيان، اللعيبه دي مهمه جدا ومؤثره، فوجودها ورجوعها هيفرق مع الفرقه. عندنا حارس المرمى مميز اسمه احمد الاولمبي، ده برضه ما كانش موجود معانا. كل المجموعه دي اما تكتمل اعتقد الشكل هيختلف اختلاف كامل، وباذن الله يعني احنا نوعد الناس ان احنا نبذل اقصى مجهود عندنا عشان نوصل للنتيجه اللي هم بيحبوها وهي المكسب باستمرار، ونرفع اسم مصر عليهم في كل المحافل. كابتن طارق طبعا احنا شفنا اكيد بطوله استادات الدوليه، يمكن بطوله طبعا يعني مستواها فنيا قوي جدا، مشاركه مع العديد من المنتخبات زي طبعا المجر ورومانيا، يمكن ده بيعلي من مستوى لعيبه منتخبنا الوطني، وزي ما انت قلت يمكن انتوا واخدين ده في اطار استعدادات المنتخب للمشاركه في دوره الالعاب الافريقيه. على فكره فرقه المجر من فرق كويس جدا ومصنفه كاتيجري ايه في اوروبا. الفرقة دي موجود فيها 5 لعيبة لعبوا مع فرقة المجر في نهائي كأس العالم 2002، لعبوا مع منتخب المجر وامبارح كانوا موجودين ولعبوا ضدنا. ال5 لعيبة دول لما بسأل المدرب هم ما لعبوش ليه مع بطولة 2004، رد بسيط جدا، قال لك اللي عندنا في المنتخبات بيطلع السن الأعلى ما بينزلش، ياخدوا حد مكانه ويفضل هو يتدرج. ففرقة المجر فرقة قوية. البطولة طبعا بنشكر استادات على ان هي استضافتها، نشكر على التنظيم وكل حاجة كويسة بصراحة، بطولة قوية. فريق منتخب رومانيا زي ما حضراتكم شفتوا اجسام قوية، تصويب من الخط الخلفي غير طبيعي، حارس مرمى اللعيبة مش متعودة عندنا، 2 متر وحاجة راسه كلها قافلة العارضة، كل الكلام دي حاجات بنستفيدها وكل ده الاولاد بيستفيدوه، ليه اللي جاي باذن الله ربنا يكرمنا ونقدر نعمل حاجه كويسه تسعد الناس بيها باذن الله. باذن الله يا كابتن طارق، وبشكر حضرتك جدا وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه يوم السبت مع المجر باذن الله. ميرسي جدا يا كابتن. شكرا وبنشكركم وبحيي الاستوديو وكل سنه وانتم طيبين. شكرا يا كابتن. كده طبعا زميلتي مريم كان لقائنا مع المدرب الكبير طبعا كابتن طارق محروس، والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا لكلمه ليك يا مريم، تفضلي. بشكرك جدا طبعا سالا حامد على هذا اللقاء الهام.